السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعا. ما شاء الله تبارك الله، بدأت ألوان الجهنميات بالظهور، شيء رائع جدا. بدأت الزهور بالبروز، ما شاء الله اللون برتقالي وأصفر رائع جدا، وطالع من هنا لون فوشي جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله. وهذه بعد بسم الله ما شاء الله أربع ألوان رائع جدا، إن شاء الله تبارك الله. هنا لون جديد يبدأ يطلع صراحة، ما أروع الجهنميات التايلندية. هذا غيرنا ما شاء الله على سيقان كبيرة جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله هنا أكثر من 2.5 بوصة، جميلة جدا مرتبة بفكرة البونساي، ما شاء الله تبارك الله.